وانا بتكلم على سكن مصر، عثرنا على واحد من اقدم الناس اللي جم المنطقه هنا، او خلينا اقول الواحد من اوائل الناس اللي جات المنطقه. يبان انه شباب بس الراجل الحقيقه كل ما بنكلم اي حد هنا يقول لك اسال محمد غنيم، اسال محمد غنيم، فكان محمد غنيم هنا هو مفتاح لحاجات كتير ممكن نسال عليها في هذه المنطقه الجميله. واحنا جايين فاكرين ان احنا جايين بنزور مجرد منطقه موجوده فيها بعض المساكن، الامر مع الوقت بيختلف شويه بشويه بشويه. الجمال في الموضوع ان انا جاي شايف واحد من اهم المخابز اللي ممكن بتتعمل بالسيستم الاحدث في مصر، مش في سكن مصر بس، الاحدث في مصر. العيش هنا ليه سيستم مختلف، واعتقد ان محمد غنيم كان راسم الكلام ده من 5 سنين أو 6 سنين انه مش هيقعد سنه ولا حاجه، استمر الامر معاه وبقت العلاقه بينه وبين هذا المكان علاقه جامده جدا. اولا انا مبسوط بتواجدك هنا، ومبسوط باخلاصك للمكان وارتباطك بالمكان، وقالوا لي ان انت هنا من 2019 تقريبا. ده 2019 6/2019 كان في اي مباني اي حاجه هنا؟ في اي عمار هنا، كان الموضوع لسه ارض صفرة لسه، ما فيش اي حاجه. احنا جينا يعني احنا زي ما قلت لحضرتك في البدايه كان ريسك عالي جدا ان انت ترمي هنا ملايين كتيره وترمي فلوس كتيره هنا. طبعا ضغوطات من كل مكان، ضغوطات من ان انت بتصرف في حاجه ما انتش عارف ايه هتجيب امتى. انت رايح الصحراء تعمل ايه؟ كانت صحراء فعلا، اقل صحراء. يعني كان في اعتراض شديد من البدايه يعني. كان بصراحه بامانه كان ريسك جبار يعني. يعني الجهاز ساعدني كتير، الاداره في هيئه المجتمعات برضو ما كانوش بيأثروا معانا في حاجات كده عاوزين نعملوها، اوراق تخلص، رخص كده. بدانا ان احنا نقوله مثلا ايه كاي مستثمر يعني ان هو يبتدي مثلا يقول لك ايه، طب اهد شويه، طب انا هصرف، طب ما فيش سكان، طيب كذا، طيب كذا، طيب كذا. قلت لا، توكلنا على الله، بدانا نجيبه المكن. طبعا كان الفضل يرجع لوالدي اصلا، وكان قال لي لا احنا لازم نجيب مكن متطور علشان بعد كده ما يبقاش عندك اي تشينج او اي تغيير في المكان تاني. لان في ناس هيبقوا كتير موجودين. صحيح. وبدانا نشتغل على هذا الوضع. طبعا بدانا بقصه التسويق. طب مين يا استاذ محمد؟ انا اساسا من شبرخيط البحيره، سموكين في اسكندريه، واساسا واحد في العالمين بقى من 5 سنين. فبدانا نشتغل على نفسنا بره وتسويق، بفضل الله بفضل الله القيادات وثقت فينا جدا. بدانا ناخده توزيع على مجموعه توليب، توليب الجيش كلها. بدانا ناخده فندق الماسا اللي اتحول لريكسوس دلوقتي. العيش ده بيروح العيش ده بيروح الفنادق ديت، بيروح الفنادق. معانا مجموعه مراسي بالكامل، معانا فندق كليوباترا، معانا فندق مصيف، يعني بنسبه 90% معانا الفنادق اللي موجوده في الساحل. ده بلا استثناء يعني. قيلت ان العلمين الابراج بس. لا طبعا، العلمين الاحتفالات. انا من اشد المعترضين على ان العلمين الابراج بس. انا من وفعلا يعني انا ضد القصه دي خالص. لا، في مدينه تانية وفيها بدايه حياه وليس حياه كامله، عشان برضو تكون الصوره واضحه. عندنا الاكاديميه وعندنا الجامعه، بدايه بشار لسه سنتين. شفنا احنا الاكاديميه من ورا والابراج وبتاعه يعني المال بنتكلم دي مدينه فيها لسه بادئه فيها الحياه. عندنا لسه المحلات مطروحه من 4 شهور، الناس شغاله على اخرها على قدم وساق بالتنسيق مع تبع وزاره الاسكان، كله تبع وزاره الاسكان. هيئه المجتمعات العمرانيه متمثله بجهاز مدينه العالمين الجديد. متمثله في هيئه العالمين الجديد. وعايز اقول انه المشروع ده بيفتتح رسميا، رغم كده في نشاط واسع. لا، الدنيا شغاله وفي سبورت كبير جدا من القياده السياسيه. إن, ان 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 كل الطبقات تبقى موجوده. حضرتك شفت الكلام ده بنفسك. صحيح. فعلا كل الطبقات موجوده. صحيح. اللي معاه واللي معاهوش. وارد وارد يعني ممكن الناس تقول لك لا ده العالمين دي للناس الكبيره، انا برضو مش عارف هي اتصدرت ازاي. ايوه. وهي وصلت ازاي. ايوه. لكن انا بقول لحضرتك عن في نفسي، بنيه تحتيه، في بنيه تحتيه من الصغير قبل الكبير الدخل، وموجودين حضرتك. موجودين في بنيه تحتيه، موجوده في بنيه تحتيه هنا اتصرفت. رحنا شفنا ناس في شققها. مليارات يا فندم. فلا في مليارات مصروفه. انا بقول لك انا شاهد. انا شاهد، انا شفت هنا الحاجات بتتعمل تكلفه فوق يعني فوق الجباره. مجهود فوق العاد. اتبنت المدينه، المكان اللي احنا فيه ده اسمه سكن مصر.
سكن مصر ده حضرتك 128 عمارة. ايوه ايوه 128 4096 شقة تقريبا. تمام. العماير متشطبة على أحدث حاجة. أسانسير يعني متركب من أكبر شركة عالمية أسبانية، شركة تقريبا 2000 وي تقريبا اللي احنا سمعناه، يعني في 2000 شقة ساكنين حاليا. لا انا استطيع. ودي العالمين، ودي العالمين، ودي العالمين، والعالمين الجديدة، والعالمين الجديدة. فيهم ناس جاية، فيهم ناس جاية مصر، وفيهم ناس جاية حبت المكان استقرت. حبت المكان استقرت. ورا سكن مصر المدينة الصناعية. ورا سكن مصر الجامعة. ما احنا مش اكاديمية. لا في جامعة العالمين الاهلية. جامعة العالمين الاهلية. وفي ورا هنا الاكاديمية البحرية. وعندك الابراج اللي هي الابراج بقى في ورايا هنا، هنا ورا الابراج برج الامال والاعمال. أيوة. محطة القطر السريع. أيوة. ورايا هنا باتنين كيلو بالظبط. أيوة. في مشروع سموحة سانتوريني. في مشروع تبع جمعية القوات المسلحة ورايا هنا برضو، واخد بال حضرتك؟ يعني احنا بنتكلم في يعني سنتين. ده مش للمستثمر بس يا استاذ جابر، مواطن قسم العاصمه الاداريه بالعالمين الجديده. العالمين الجديده باديه 2018. العاصمه باديه 2017. فرق العام ده هو اللي فرق بين هنا وهنا. في ناس واخده هنا المحلات، واخده هنا وبدات تشتغل في المحلات. وبدا يشتغلوا في محل، يعني محلات متعدده الانشطه. اشوف العيش كده، العيش ده بتوديه كله انت شغال بيه، من كله فنادق خارجيه وفي مبيع هنا. ده آلي. خط آلي كامل. انا ما اعرفش اشرب ده الا بالشاي، يعني الشاي هنا اهو. الشاي هات يا عم، هات يا عم. في عاده كده عند الناس ما بتعرفش تاكل العيش اللي هو جاهز ده الا بالشاي. انا بالشاي انت المخبز هنا فيه كذا مخبز هنا موجودين صح؟ في مخبز تاني بس في الحي التاني، في الحي المميز. احنا هنا في سكن مصر. المخبز ده لل 128 عمارة. لل 128 عمارة. يعني ما فيش في 128 عمارة المخبز ده. لا، هو في تنسيق من هيئة المجتمعات العمرانية اسمه التنسيق التنظيمي للمكان. ان الحاجة تبقى معمولة بسيستم معين، ان الحاجة ما تتكررش اكتر من مرة، بحيث ان يكون النشاط ده جنب النشاط ده جنب النشاط ده، تعدد الانشطه وتغير الانشطه للاستفاده للمواطن. مش مشكله لما انا عندي مخبز يكفي مدينتين ثلاثه. ايوه. ما اروحش اعمل مخبز ثاني. هو مديك قدرات، مديك قدره، مديك قدره للمخابز ان المخبز ده يكفي المدينه ويزيد. وكان دراسه الجدوى المتقدمه على هذا الاساس. وانت كده تقريبا بتخدم 10,000 واحد في اليوم. لو احنا يا فندم اتكلمنا في ال 4000 وحده في فردين بس، في فردين بس ب 8000. الفرد بياكل له 3 4 ترغفه. خلاف اللي انت بتطلعه، خلاف الشغل الخارجي. بخلاف الشغل الخارجي. مش بالقوه، مش بقوه المكن اللي موجود، ومش بالقوه الكافيه لان المكن موجود، بس احنا متاملين في الله اللي جاي احسن. حابب اتكلم معاك شويه عن المدينه، بس لو ممكن. ماشي اتفضل. بعيد عن ماشي اتفضل اتفضل. هناخد جوله كده صغيره في المخبز، باعتبار واحد من اقدم المخابز اللي موجوده في المكان، وبيخدم كل اهالي سكن مصر. اتكلم على ال 4000 شقه، يعني ال 128 عماره، لما تضربهم هيطلع حوالي 4000 وكسر. خلينا اتعرف بس عليك، اسم حضرتك ايه؟ ابراهيم يا باشا. قرب بس. ابراهيم. ابراهيم. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. شغال مع الراجل الحلو ده؟ تمام. اخبارنا ايه معاه؟ الحمد لله تمام. كويس؟ 100%. واخد باله منكم ولا لا؟ لا تمام الحمد لله. بقالك كام سنه هنا يا عم ابراهيم؟ 3 يا باشا. ومنين؟ اسيوط. اسيوط؟ بتقعد قد ايه بقى؟ بتروح قد ايه كده؟ بقعد شهرين ثلاثه كده واروح. الله. مش متجوز؟ لا لسه. لما يتجوز ده بقى يروح كل اسبوع ولا ايه؟ السيستم اللي لا عندك يا جماعه السعاده بيقعدوا كتير. جماعه السعاده. قول لي الشغل اللي هنا بقى، انا مش شايف العجينه. بنعجن العجينه ونحطها ونشغل خط والعيش يطلع بقى. انت بتنظف؟ انا كنت شبك بتنظف. بننظف العجينه بقى. خلاص خلصنا بقى. خلصي بقى بمعنى كده. ده اخر عجين ليك؟ ده اخر شويه. قول لي كده دي دول اخر شويه بقى، ننظف بقى عشان ايه؟ عشان ان انت هتشتغل من جديد. هشتغل تاني. بتشتغل امتى بقى بعد كده؟ نشتغل والله على حسب الطلبيه يعني.
يعني انت حفر. عندك البنيه التحتيه بتاعتك هنا شغال غاز طبيعي شغال غاز طبيعي الدوله موفره لك كل حاجه طبعا هنا بيبقى العامل يعني احنا مأمنين على العمال هنا تمام تأمن عليك تمام تأمن تمام بجد برضو اساله لا ما فيش رخصه هنا بتطلع من اداره التشغيل لما يكون الناس متأمن عليها التأمينات بتيجي هنا الدفاع المدني الصحه والسلامه المهنيه وزاره البيئه السبع جهات موافقين على اصدار الرخصه خليني اسالك سؤال انت جيت هنا من 3 سنين صح تمام 3 سنين كان الجو زي دلوقتي ولا كان الدنيا لا الجو اختلف دلوقتي كان لسه ما حدش هنا يعني سكن ودلوقتي في ناس سكنت وكده يعني والدنيا مشيت ومحلات فتحت والدنيا بقت حلوه اول ما جيت كانت الجو عامل ازاي كان لسه ما فيش حد في حاجه خالص كنت كانش لسه كان السحر كنت بتبيع لنفسك لا لسه ما كنا بنشغلنا على الناس اللي بره بقى على الناس اللي بره على العلمين لكن ما كانش في حد بيجي يشتري منك لا ما كانش لا كانش في حد خالص انت مبسوط من المكان الحمد لله اتوقع الدنيا تبقى كويسه لا تمام ده ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله ربنا يكرمك اللهم امين ربنا يكرمك يا باشمهندس تعالى يا باشمهندس بقى استاذ محمد نكمل بره نكمل بس حوالين البدايات بتاعه المنطقه